السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام، برادرس اینڈ سسٹرس، قرآن ٹیچر یو ایس اے میں آپ کو خوش آمدید۔ آپ کا بھائی شہاب الدین۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو انوائٹ کریں۔ آج کی ویڈیو میں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 ہے اور ورس نمبر جو ہے 60 سے، آیت نمبر 60 سے اسٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں بلا تاخیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير
وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. چینل کو سبسکرائب کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.